صباح الخير وأهلا بكم. الأنظار اليوم إلى مؤتمر روما الدولي لدعم الجيش اللبناني، والذي سيلقي أمامه الرئيس الحريري كلمة لبنان. في موازاة ذلك تتواصل عملية إعلان مرشحي القوى السياسية التي ستخوض السباق في 6 أيار المقبل وفق لوائح ما زالت قيد التشكل. هذان العنوانان وغيرهما سأتابعهما مع ضيفي الزميل في جريدة النهار الأستاذ رضوان عائل. صباح الخير أستاذ. صباح الخير لك زميلتي الكريمة، صباح الخير لكل مشاهدي المستقبل. اليوم مؤتمر روما بموازاة العنوان الانتخابي، هن أبرز موضوعين اهتمت فيهم الصحف، ولكن سنبدأ الحلقة من كاريكاتير النهار اللي توقفت عند ذكرى 14 أدار. رسمت رزنامة ورقة 14 أدار تنتهي مع سابقاتها إلى كلمة ذكرى بين 14 أدار 2005 واليوم. شو هي العلامة الفارقة إذا بدنا نقول؟ أولا هناك مرحلة سياسية كبيرة تغيرت وتبدلت بعد كل هذه السنوات من 14 أدار 2005 إلى اليوم. أنا اللي بدي أقوله بهذا الخصوص أنه الإرادة السياسية التي كانت موجودة آنذاك عند القوى السياسية المتمثلة في 14 أذار في تلك الفترة سواء أصابت أم أخطأت لم تعد موجودة. 14 أذار اتفقنا أو لم نتفق معها، خلينا نقول أنه كانت تمثل شريحة كبيرة من الشارع اللبناني ومن مختلف الطوائف إلى حد ما بهذا الخصوص، لكن التناتش والخلافات السياسيين فيما بعد وعدم الاتفاق على الرؤية وعدم الاتفاق على الهدف أدى إلى موت جسم 14 أذار. هل هذا الموت فقط على جسم 14 أذار أم على أجسام كل القوى السياسية؟ يعني وهنا المقصود في كمان 8 أذار من هذه المرحلة. هلا أنا بتقديري اليوم بالانتخابات المقبلة 8 و14 أذار بتقديري لم تعد موجودة، لكن هذه القوة موجودة على هذه الضفة والضفة الثانية. لكن أبلغ مثال على ذلك، اليوم اللي عم نشهد أن 14 أذار أصبحت جسم ميت، ما نشهده في الانتخابات النيابية في خريطة التحالفات، وهذا الأمر بلش حتى قبل انتخاب رئيس الجمهورية ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. هلا البعض بده يقول لك أنه 14 أذار لا تزال حية ولا تزال موجودة، هي لا أكثر ولا أقل من باب شد العصب الانتخابي، ورح نسمع كثير هلا قبل فترة 6 أيار المزيد أنه والله بعدها حي وبعدها عايش. امبارح سمعنا الدكتور سمير جعجع بخطاباته بأدبيات القوات لأنها هي ما زالت موجودة، الرئيس الحريري عم بقول نفس الكلام، لأنها روح وجوهر، هي منا شيء معلي، هيدا عم بيعزوا حالهم. طيب بس سمعنا امبارح من الوزير جبران باسيل كمان بحق حركة أمل و التحالف مع حركة أمل، واليوم كل الصحف هلا نحكي كل التفاصيل، ما في مشكلة بكل التفاصيل، ولكن صدفت هذه الذكرى أو بالأحرى يمكن تقصد الرئيس الحريري أن تتزامن هذه الذكرى مع توجهه إلى روما على رأس وفد للمشاركة بمؤتمر دولي لدعم الجيش والقوى الأمنية حماة السيادة والاستقرار بلبنان مثل ما قال، وهو ما يشكل حقيقة عبور إلى الدولة يلي بشوفها الرئيس الحريري واللبنانيين كافة. أين تكمن أهمية مؤتمر روما برأيك؟ أولا أهمية مؤتمر روما تكمن في أهميته بمسألة دعم الجيش اللبناني وتسليحه بالحد الأدنى من القدرات الدفاعية وموضوع السلاح، لأنه معظم الدول لا تستطيع أن تمنح الدولة اللبنانية وتقدم لها سلاح وعتاد حقيقي بموضوع الطائرات وبموضوع أنه نعمل صواريخ في مواجهة العدوان الإسرائيلي، هيدا مسبب. وكأنه هذه الدول بتعمل جهدها لإلنا أنه يكون في عنا سلاح دفاعي، سلاح دفاعي مطلوب وكذا، بس ولكن إذا كان مؤتمر روما لم يساهم في دعم الجيش حقيقة، في دعم أنه يسمح للدولة اللبنانية بتقوية مؤسساتها العسكرية، يسمح لإلنا بيكون في عنا صواريخ لجبه هذه الطائرات الإسرائيلية، طائرات العدو، لأن كل يوم طائرات العدو تخترق الأجواء اللبنانية بالبر وبالبحر وفي كل مكان، هذا أمر غير مقبول. إذا كان البعض بيظن أنه لبنان دولة ما بدها تكون دولة عسكرية، ما تكون دولة حقيقية، في هذا الأمر لا ينفع، لأنه شاهدنا كل التجارب وكل الممارسات ما خدمت هذا المشروع. فمن هون هلأ نحن عندنا كل الثقة بالجيش، عندنا كل الثقة بالحكومة، لكن شرط أنه يكون الجيش مسموح له يجيب أسلحة، بس اثنين ما يتم تقييده، تكون في استراتيجية دفاعية حقيقية. البعض عم تلمس يعني لا البعض عم بقول إذا عملنا نحن مثل هذه
المؤتمرات، هذا الشيء بده يكون بوجه المقاومه وبوجه حزب الله، مش بوجه المقاومه. لا، لانه في البعض عم بيقول احنا امننا الجيش، سلحنا نعم. الجيش، ما عاد في حاجه للمقاومه. هو نهاية انا بدي لك شغله، حزب الله والمقاومه من اكثر الافرقاء في البلد بيكونوا مرتاحين في حال اذا تم تسليح الجيش اللبناني. لو رجعنا خطابات السيد نصر الله حتى كمان داخل مجلس النواب، نواب حزب الله ووزراء حزب الله في الحكومة، هم يعملون ويعملون بكل جدية لدعم هذا الجيش وتسليح هذا الجيش، لأنه ساعتها بيكون حزب الله مرتاح. كل القوى أبناء الجنوب يتعطشون لتسليح هذا الجيش. هلأ أبناء الجنوب أكيد، بس أكيد حزب الله رضوان بده أنه يكون يقوم الجيش بهذه الحكومة، على كل ممكن. ولا بيقول هيك؟ أنا عارف ما رح يقدر. لا لا لا. لو رجعنا خطابات قيادة حزب الله، لو رجعنا خطابات الوزراء بمجلس النواب داخل الحكومة، هم من أشد الأفرقاء اللي بتدعم موضوع الجيش. أنا بدي لك شغلة، ابن الجنوب بده دعم، لو حطيت له صاروخ على سطح منزله بيقبل بهذا الشيء، لأنه بعد معاناة طويلة من سنة 1948 اليوم أكثر شخص عانى ابن الجنوب، أكثر لبنان. أنا بدي أقول للبنانيين الآخرين ما عانوا، بس ولكن نحن بنعرف بالجنوب معاناة إنه يكون في عنا جيش قوي، معاناة يكون في مقاومة قوية لجبه هذا العدوان، لأنه إسرائيل ما رح تتركنا. بأي حال ما تتفضل به اليوم ماشات الديار على الأعمدة الثمانية، المفاجأة بروما ستكون بأسلحة محظورة على لبنان، هذا ما استنتجه شارل أيوب باتصال هاتفي مع الرئيس عون، وقال إن لبنان سيحصل إذن على طوافات حربية، على بوارج حربية هامة تستطيع حماية الشاطئ اللبناني، وهنالك مفاجأة طلبها الرئيس عون، إذا حصلت ستعطي الجيش قوة كبرى تجعل من قوته أقوى. أنا مع احترامي لهذا الكلام، احترامي لهذا الكلام، ومع احترامي لنية رئيس الجمهورية وقيادة الجيش اللي بيتمنوا يكون عندنا أحدث أنواع، أحدث جيل من الأسلحة والصواريخ، لكن هذه الدول وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح للجيش اللبناني بالحصول على أسلحة حديثة على كل صاروخ وكل رصاصة تهدد العدو الإسرائيلي. بعطيك مثل بواقع بالعكس، إذا لبنان تعهد يا أستاذ رضوان أنه يمضي بالقرارين 17-01 و15-59، وعم نشوف هلأ مش مسموح أنه الاستراتيجية الدفاعية رح تكون هي رولا. مش مسموح للجيش اللبناني، حتى الدول العربية لا تتجرأ أنه تعطينا صاروخ يهدد اسرائيل. بعطيك مثل بوقت واقعت بلده العديسي وسقط ضابط من الجيش الاسرائيلي، وكان في اشتباك بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي، وصلوا الاسرائيليين ووصلت الامريكان ليعرفوا انه هذا الضابط الاسرائيلي القتيل انه مات برصاصه كلاشينكوف روسيه ولا برصاصه M16 امريكيه، واصلين لهذا هذا الموضوع. هلا انا اللي عم يعملوه كثير منيح، بده يعملوا فوج بالجنوب ليحمي الحدود عالي كثير منيح، بس مش مسموح لنا من هلا بقول لك نجيب صواريخ. نحن خلينا نبقى مفتوحين على كل العالم. أنا بدول أكثر من هيك، إيران عرضت على لبنان أنه الحصول على الأسلحة، هل تتقدر الحكومة اللبنانية أن تأخذ مدفع من إيران؟ نقدر نستعمل نجيب دبابة روسية بدل ما ليش بدها تاخذ من إيران؟ ما حزب الله معه سلاح يعطيهم هو للدولة اللبنانية، ما هي عاتية سلفا واصل. بدي لك شغلة، جمهور حزب الله وبيئة حزب الله وبيئة المقاومة رح تكون مرتاحة، وإحنا بنتمنى نبقى نكون جيشنا أقوى جيش في المنطقة. أنا ما بشكك بوطنية الجيش ولا بقدرات ضباطه ولا بقدرات جنوده، بس إذا ما نعمل مؤسسة عسكرية حقيقية فعلا خلينا نكون مفتوحين على كل العالم ونسلح الجيش من دون شروط ومن دون تقييد. على أي حال رئيس عون مثل ما قالت اليوم جريدة الشرق انه البحث بالاستراتيجية الدفاعية رح ينطلق بعد الانتخابات النيابية، بتقول الشرق هالموقف اراد منه سيد بعبدة ارسال اشارة مطمئنة الى المجتمع الدولي انه العهد بيعرف ما هو المطلوب منه جيدا، لعله حان الوقت ل توضع النقاط على الحروف. ما في مشكلة، ما حدش معترض على موضوع وضع استراتيجي. بلا ما من قد ايه الرئيس بري حاول من 2005 لليوم يرعى حوارات بشان هالموضوع وتقلق والرئيس ميشيل سليمان بهذا الموضوع، بس وكان اذا كان وصلنا لاستراتيجيه دفاعيه حقيقيه تضمن انه تسليح الجيش وتطويره باقصى القدرات والاطمئنان على حال المقاومه ما في مانع، بس انا من هلا بدي اقول لك انا كمراقب ما عم بتبنى راي حدا، من دون وجود هذه المقاومه الى جانب هذا الجيش لا نستطيع مواجهه وجبهه التحديات الاسرائيليه. أنا هيدا رأيي بس بكل تواضع، ويمكن هيدي النقطة ما فيها خلاف. مش عم شكك هون بموضوع الجيش، يمكن هاي النقطة ما فيها خلاف وكثير انحكى، بس نحن على فكرة عن الجيش إنه يكون الحزب يمكن بس الجيش مش بندعم، الجيش مش بندعمه بالقصائد ومش بندعمه بالبيانات الوزارية فقط، هذا الجيش هيدي المؤسسة تحتاج إلى الكثير. أنا بدي أكون مطمئن إذا حطينا شبكة صواريخ مضادة للطيران الإسرائيلي بالجنوب وبالبقاع قدام كل البيوت وقدام كل الناس ونعمل مجتمع وندرب حقيقة ما بنقدر نترك هذا العدو.
لانه هذا العدو بس بندعمه كمان انه نعطيه قرار الحرب والسلم. مظبوط. واثنين وعنده حتنسلح الجيش وبتكون قدرات المقاومه موجوده نقدر نحمي حدودنا البري. نعم. لانه هذا البر اليوم على الحدود هذا المشكل اليوم بناء الجدار الاسرائيلي وموضوع التعديات على البحر عندنا بلبنان، اذا ما قدرنا نحمينا هذه الحدود البحريه وما حمينا الحدود البريه هذا نحن مثل الجلد، الحدود مثل الجلد في التهابات، اذا صار في التهابات على الحدود خرب الوطن خرب البلد. وبدي اقول لك هيك، بس يكون في عنا تسليح وقدرات عسكريه قويه نحمي بلوكاتنا النفطيه وبلوكات الغاز ونحمي بلدنا حقيقه. لا ما بتحمي لنا اي قرارات الامم المتحده، مع احترامي للامم المتحده جربناها على مدار سنوات طويله شفنا شو اللي صار. باي حال ما بعرف اذا رح يصير لنا نرجع وقت نحكي بس انا بدي مؤتمر روما فرصه دوليه مهمه للبنان، الرئيس الحريري عم يعمل كل جهده، قاده الاجهزه الامنيه قدم شرط انه نقدر نحصل ونحصل على هذا الجي ونحصل، وكل هذه الدول التي تتباكى على لبنان وتتباكى على الجيش اللبناني خليها تفرج وتقدم في مناخ مختلف، خليها تقدم هبات حقيقيه، خليها تقدم مش تحت حجه انه البعض بيقول انه هذا السلاح يوصل لحزب الله، رصاصه وحده ما بتوصل لحزب الله من الجيش. لا البعض بعض الدول بتقول انه في عندها خشي انه هذا السلاح بده يوصل لحزب الله، لا السلاح اللي بيوصل للجيش اللبناني بضل عند هذه الجيش اللبناني وعند هذه القياده الحكيمه. باي حال نحن يعني اكيد هذا المؤتمر واهميته، وكمان بلبنان نحن على مسافه 12 يوم من مهله الاعداد الالزامي للوائح الانتخابيه وتسجيلها بالسادس من 26 من الشهر الجاري. افتتاحية الجمهورية بتقول التعثر هو سيد الموقف بصوغ التحالفات حتى الآن، وغالبية الدوائر خاضعة للأمزجة السياسية، فقط للأمزجة السياسية. أول شيء بتوافقهم الافتتاحية؟ بوافقهم، وطبعا بدي زيد على هذا الكلام أنه نحن خلينا نلاحظ معنا طبيعة هذا القانون فرض على القوى السياسية أنه تقريبا كل فريق يعمل مصلحته، هذا قانون اسمه قانون المصالح. أنا اليوم قانون الغدر أنا سميته قانون الغدر، تعرف ليش قانون الغدر؟ لأنه للأسف الطبخون الذين عملوا على هذا القانون على اساس انه نتخلص من قانون الستين ما قدموا لنا طبق انتخابي جيد، وقعوا بهذا الفخ. واليوم القوات اللبنانيه مثلا التيار الوطني الحر اللي كانوا عم بيهللوا لهذا القانون عم بيشوفوا اثار صعبه لهذا القانون. طبعا كل القوى السياسيه شاركت بهذا القانون وكل وافقوا عليه، بس ولكن هذا القانون لم يكن محل طموح عند كل اللبنانيين. انا سميته اليوم بمقال لي قانون الغدر، لانه الغدر رح يكون ضمن اللائحه الوحده، الا في محل واحد لاحظنا انه عند الثنائي الشيعي المتمثل في حركه امل وحزب الله هناك فعلا في تحالف حقيقي، بينما ببقيه الاماكن ما عم نشوف تحالفات حقيقيه. انا ما عم بفهم، انا وفريق سياسي بيختلف بالشمال وبتفق انا وياه ببيروت، هيدا منا تحالفات حقيقيه. وصبيحه السابع من ايار نحن سنشهد المزيد من يعني بعد يوم الانتخابات سنشهد المزيد من المفاجات، وكل واحد بمحل. لو اخذنا على سبيل المثال هلا اللائحه اللي عم تركب بكسروان جبال، خلينا نمشي تدريجيا. يعني انا اللي بدي اقوله لما عم نشوف تحالفات صادقه. طيب بس هل يعني هيدي الاخلاق الاخلاق السياسيه اللي عاتم بالانتخابات سقطت؟ يعني في اخلاق بالحياه السياسيه عم نشوفها سقطت. في تحالف صريح انه انا بدي حاصل انتخاب معين. مزبوط لنوصل اثنيناتنا. ايه بس في تحالف يعني عاده انت بدك تقول له للراي العام تقول له للمواطن في تحالف يعني. حقيقي بس في تحالفات مخالفه للطبيعه. مزبوط عم نشوفها مزبوط لحتى اذا نحصل هذا المقعد او ذاك. وانا من هلا رح نضل ليله 24 الشهر الجاري في بعض الدوائر الانتخابيه قوائم التحالف غير واضحه فيها. بتقول بمقالك رضوان انه حصيله اضرار هالقانون لن تصيب فقط تيار المستقبل بل جهات اخرى ستندم على ما فعلته ما عدا الثنائي الشيعي، شو اللي بخليك هالقد اكيد ان هذه المفاجآت لن تسري على الساحه الشيعيه؟ اولا على الساحه الشيعيه هناك في حاله اطمئنان، انا كمراقب بقول لك الانتخابات هي الاطمئنان فيه اللي بينام على حرير ممكن ما نحن كمان بنقرا كمان اللوائح الثانيه وبنقرا كمان بقيه المرشحين الذين سيواجهون الثنائي الشيعي بالجنوب. انا مع احترامي لكل هذه المجتمع المدني من قوى سياسيه من شخصيات لن تستطيع الوقوف في وجه حزب الله وحركتهم لاعتبارات عده، اول شيء عندهم ما بينت هالشيء بالبلديات تختلف امور البلديه تختلف. انا مره قايل لك على البلاتو هون معك انا ممكن اختلف انا وياك بالانتخابات البلديه اذا كنا انا وياك من قريه واحده، بس بالانتخابات النيابيه بنكون مع بعض. بالجنوب هناك في حاله اطمئنان، عم يعمل جهده طبعا القوى الثانيه حقها تترشح حقها تنافس حقها تعمل، لكن النتيجه واصله. المكان الوحيد اللي عم بتم التركيز عليه بالبيئه الشيعيه هو بعلبك الهربي. بعدين انه البعض عم بيحاول يصور انه القوى الثانيه انه ما نعمل خرق بهذه اللائحه، ايه على الخير ان شاء الله اذا عملت خرق بهذه اللائحه، لانه
طبيعة القانون يعني كانت تبقى لوائح حزب الله يعني اسماء شيعي قلعة يعني محصنة قلعة محصنة بس بطبيعة هذا القانون بطبيعة هذه النسبية شو هالمشكل إذا تيار المستقبل والقوات اللبنانية مع شخصيات شيعية في بعلبك الهرمل استطاعت الحصول أو الخرق بمقعد ماروني أو بمقعد سني هو المشكل إنها خرق المقعد الشيعي وحتى بمقعد الشيعي مش نهاية المطاف ليش المشكلة ليش بده يصير في خرق بصيدا عند السنة ولش بده يصير في خرق بعكار ولش بده يصير في خرق بأكثر من دائرة بهذا المحل من أجل ذلك عم ينقال يا أستاذ رضوان أنه ممكن كمان يكون في خرق عند الشيعة أمر حاصل يعني. وأهلا وسهلا واللي بيوصل لحقه يوصل هذا القانون يوصل يعني مين قال لك هذه المقاعد هي مسجلة باسم حركة أمل وحزب الله هذه بنتركها لخيارات الناس هي تحدد هذا الأمر بس أنا اللي بدي أقوله أكثر فريق متماسك أكثر ثنائي متماسك متحالف حقيقة من رأس الهرم إلى القواعد هو اللي عم نشوفه عند حركة أمل وعند حزب الله عند بقية الأفرقاء أجنحة متكسرة هناك في تقهقر ولكن هل تحالف يا أستاذ رضوان اليوم بسبب الموقف من التيار الوطني الحر يبدو أنه ليس على ما يرام يعني ما عم تركب مثل ما بيقولوا بين حركة أمل والتيار الوطني الحر بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي بشكل عام أولا خلينا نحكي خلينا اليوم العلاقة مثلا بين العونيين والرئيس بري بتقول الأخبار اليوم أنه التوتر بهذه العلاقة يعرقل انضمام التيار للوائح الثنائي الشيعي ببعض الدوائر لا سيما بدوائر البقاع الغربي بيقول الرئيس بري امبارح عشيه سالوه ليش عم يرفض ضم مرشحين للتيار الوطني الحر فقال لهم ما عندهم اثنين ليش بدنا نعطيهم ما بتمشي معي هيدي يعملوها مع غير هذا الكلام دقيق لو اخذنا كل اول شيء الرئيس نافيبر يتعاطى مع التيار الوطني الحر ليس من موقع العدوي هناك في موقع حاله منافسه سياسيه علما انه ما عنده مشكل اكثر شوي ما عندنا مشكل في منافسه سياسيه اذا ما نحكي عداوي نحن صرنا حاله قبائليه في البلد انا اتنافس انت بتنافس انا وياك على هذا الملعب بكل روح رياضيه يعني لو شفنا ابطال الملاكمه بالعالم بعد انتهاء المباراه بيصافحوا بيتعاطوا معه بكل روح رياضيه هذا المطلوب بالبلد هذا المطلوب يسري بالمناخ السياسي انا ما نحكي عند ببيروت الثاني في مشكل قد يحصل تحالف على نفس الليحة عن الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وهذا الأمر قد يحصل في البقاع الغربي التيار الوطني الحر بالبقاع الغربي بده مقعدين عم بقول بدي مقعد ماروني وبدي مقعد أرثوذكسي لكن طبيعة الأرض وطبيعة الأرقام في هناك أكبر كتلة هي الناخب السني بالبقاع الغربي ما بتقدر يا تيار الوطني الحر مع احترامي لكم احترامي لقدراتك إنك تقدر تحصل نائبين بهذا المحل هذه هي مقر يعني في المحل الوحيد فين يحصلوه هو عبر نائب رئيس مجلس النواب السابق الاستاذ إلي الفردي بيعتبروه من حصه رئيس الجمهوريه ما لهم عليه افكار ما فيك تفصل بين حصه رئيس الجمهوريه والتيار الوطني الحر انت بطبيعه يعني طول عمره ما راح بالنهايه راح يكون تقريبا نفس الفريق ونفس تحت المظله ما فيك بالبقاع الغربي وقبل اهل البقاع الغربي عم خاطبهم بيعرفوا طبيعه الارض وبيعرفوا التقسيمات المذهبيه وبيعرفوا الحاله السياسيه ما بتقدر التيار الوطني الحر يجيب اكثر من مقعد بهذه الدائره من هون حركه انا عم بتقول له انت بتقدر تاخذ مقعد اكثر مقعد ما فيك تاخذ على كل في حال اذا ضلت الامور هيك انا تقديري وضل الوزير جبران باسيل بهذا الهجوم بعد خطابه امبارح هذا الساعه 10 بالليل امبارح ووصف الناس بالميليشيات وما بدي ميليشيات بالميليشيات هلا صاروا خلينا ناخذ بريك لافتح الحديث لا ما نحكي نحكي بالميليشيات انا بدي احكي بهذا الموضوع بعد التباعد المارون الشيعي بشكل عام بعد البريك يلا خلينا ناخذ بريك لحظات ونعود عن التباعد الماروني الشيعي اليوم ماشات اللواء توقفت عند موقفي الوزير جبران باسيل والدكتور سمير جعجع اللي اعتبرت انه موقفه لاضعاف حزب الله اما باسيل فمثل ما اجى بالماشات للتخلص من ميليشيا امل بيقول الوزير جبران باسيل امبارح باحتفال للتيار الوطني الحر المعركة أصبحت أصعب لأنها تحرير مؤسسات الدولة من الميليشيات الحديثة نحن اليوم بمواجهة بدلة مدنية مع كرافات ولا نزال لوحدنا بمواجهة المافيا والأصعب لأن الانتظارات منا كبيرة بس عم بي يعني قول هالعبارتين من قناة من يغمز
أول شيء غمز من قناة القوات الوزير من قناة القوات اللبنانية ومن قناة حركة أمل بهذا الموضوع. أول شيء أنا مش من باب الدفاع عن الميليشيات أيام الحرب، نعم. لكن هذه الميليشيات بسبب وضع الحرب وأثناء حالة الدولة وتدهور الجيش وتدهور المؤسسات ولدت هذه الميليشيات، نعم. يعني هيدا منا نقدر نخجل فيها، تمر بأكثر من دولة تمر بهذه الحالة، بس ولكن اليوم الميليشيات الحقيقية واللي عم بقول إنه الموجودة ببعض الوزارات، لو أخذنا على سبيل المثال موضوع البواخر وهذه الطريقة اللي عم بيعالجها وزير، نعم. الوزير سيزار أبي خليل. أبي خليل ومن خلفه الوزير جبران بسيط، هي بتعرف بتعرف الميليشيات من قصص وزارات، بتعرف الميليشيات الحقيقية وين رولا؟ الميليشيات الحقيقية عن بعض المستشارين الذين بيمسكوا بعض الوزارات وبيمنعوا المدراء العامين وبيمنعوا المؤسسات من 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 تسير عملها الحقيقي. هي أبعد من قصص. أنا بفهم شغلة، مين ميليشيا؟ مين مين بيقصد بميليشيا؟ جان علي بإدارة المناقصات هو ميليشيا؟ لا، هو بتقول اللواء إنه البدلة العسكرية بتعني الحرب مع القوات اللبنانية وقت حرب الإلغاء، أما الإشارة للبدلة المدنية على الأرجح بيقصد فيها حركة أمل دون أن يسميها. كمان هو عم بيسيء لحركة أمل وعم بيسيء للقوات اللبنانية، لكن هذا الأمر عم بيجي من باب شد العصب الانتخابي لا أكثر ولا أقل. هذا شد العصب الانتخابي، هذا وصفته بالأدرينالين المذهبي، أدرينالين المذهبي، طالع أدرينالين المذهبي، لأنه هذا القانون، هذا القانون، الابن المذهب بده يصوت لابن المذهب وابن الطائفة بده يصوت لابن الطائفة. طبعا ما بقدر أعمم على كل اللبنانيين، هناك في مرشحين مسلمين رح تنتخب الأصوات مسيحية أو بالعكس إذا صحيح، نعم. لأنه هذا القانون هو قانون الخناجر. ما أحسنت هذه الحكومة إنه تعمل قانون عصري وتعمل نسبية حقيقية، نحن عملنا نسبية مفخخة، عملنا نسبية مشوهة. أنا طبعا ما عم بتغنى بقانون الستين، قانون الستين كتير سيء لأنه مش منطق 51% تربح 49%، لكن البعض البعض كمان رغم كل شيء في بعض الناخبين عند كل الافرقاء مبسوطين بهذا القانون بشغلي انه بعده عندهم هذا سلاح الصوت التفضيلي بقدر حدد فيه لمين اعطي وكذا، بس بتقولي لي هذا القانون هو قانون ما في عليه ملاحظات؟ هذا قانون غدر، قانون غدر حقيقي. سيعيد اللبنانيين الى الوراء بما قالك، تقصد انه هيدي اخر مره بينعمل على الاساس؟ انا حسب انطباع، خلينا ننطر اول شيء، اول شيء خلينا ننطر شو بطلع النتائج، شو بدنا نشوف كيف الخريطه النيابيه ونشوف اللبناني. اذا ما نعمل قانون انتخابي حقيقي وبنطبق النسبيه مش بهذه الطريقه، مش نعم. بهذه الطريقه يعني هون، يعني خلينا نبلش من اول يوم بعد انتهاء الانتخابات وتشكيل الحكومه. هذا قدرنا شكلنا حكومه من هلا بقول لك، لانه نعم. من الاثار اللي رح تكون رح نمر لنا 6-7 أشهر لحتى نقدر نشكل بسبب الحكومه، الخلاف بسبب الخلاف بين التيار الوطني الحر وامل بسبب بالدرجه الاولى، بسبب هذه الخلافات وبسبب هذه الندوب وبسبب هذه الجراح اللي بنحملها من بعد الانتخابات. اذا منضلنا على هذه العقليه، عقليه التحدي، لا رح نقدر نبني حكومه ولا رح نقدر نبني مشاريع. وبالنهايه نحن التحدي نحن كمان عم نرد عليه بتحدي مماثل، بس ما نحن كمان عم بأثر بالثاني مزبوط، بس نحن عم نقدم صوره سيئه. نحن بدنا نعمل مؤتمرات دوليه ببلجيكا وبباريس وبروما، شو عم بتفيد منها؟ شو عم نقول للعالم؟ عم نقول للعالم نحن عم نقدم حكومه جسم متهالك، ما تصدقونا ما تصدقونا، قد ما نعمل بويا ونعمل نشتغل ما رح تزبط معنا. نحن عم نقدم صوره للعالم غلط بهذا النوع من السياسات. كمان بالانتخابات نعم. في شرف وفي اخلاقيات بالانتخابات، مش بهذا الطريق. مثل هذا المعهد من هون واعطيني هذا الحاصل هون. ليش اليوم القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر، حتى التيار الوطني الحر عم بيتسابقوا على تيار المستقبل للاستفاده نعم. من الاصوات السنيه، من الاصوات السنيه يعملوا الحاصل، مش بس هن يعني كل ال اكثر شيء، اكثر شيء بهذا وقت اللي بقول وزير جبران باسيل بدنا نوصل الرئيس بري رئيسا لمجلس نواب ضعيف كمان بسياق الحملة. هيدا والله إذا بيقدر يوصلوا بالحياة الديمقراطية وبالحياة السياسية وبيقدر يجيب كتلة نيابية كبيرة يتفضل يوصلوا ضعيف. بعدين نعم. برهنت التجارب عنا بلبنان إنه ما حدا بيقدر يعمل استئصال لحدا بهذا البلد، مش استئصال بس إنه بيوصلوا ضعيف يعني خلي انتخاب الرئيس عون بنسبة كان متوقع تكون أعلى. أول شيء حقه الرئيس بري وحق كل فريق سياسي إنه ما ينتخب رئيس، ما ينتخب العماد ميشيل عون أنا ذاك، هذه لعبة ديمقراطية. وبكرة يرد عليها برئاسة مجلس، حقه بكره كمان التيار الوطني الحر انه ما ينتخب الرئيس نبي بري وينتخب نائب شيعي ويوصل لرئاسة المجلس، حقه. هذه لعبه مفتوحه امام الجميع، ليش احنا عم نعمل هالضجه ونعمل كل هذا الضجيج؟ اذا قدر استطاع ان يحقق ذلك فاهلا وسهلا. وقت بيقول الرئيس بري بدنا نعمل وزاره مغتربين كمان، مش عم بي هو بدك رأيي، بدك رأيي، بدك رأيي، بدك رأيي، قبل 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 أول شيء، أول شيء مزبوط بزارة. عيب على دولة بحكم لبنان عندها هذا الكم من المغتربين في الخارج ومع أنها وزارة مغتربين. طيب هذه الوزارة مش وقتها هلأ، ليش مش وقتها؟ ليش مش وقتها؟ نحن نتذكر المغتربين فقط بالمؤتمرات وعشية الانتخابات النيابية، نتذكر المغتربين هذه البقرة نعم. الحلوب اللي بتعطينا مصاري. نحن ما لبنان ما من 43 لليوم نحن بالدولة اللبنانية والحكومات المتعاقبة ما حطينا سياسة طبيعية نتعاطى فيها مع المغترب.
خلينا نتعلم بس من سوريا ومن الجزائر بلدين عربيين حدنا كيف بتعاطوا. فمن هون طبعا وزارة مغتربين هل يعني المشكلة؟ كمان انه هل حص من حصة الشيعة؟ ابدا ابدا ما حدا قال الأمر؟ ابدا ما حدا قال. بكره بس ليش اعتبر ضد الوزير جبران بس عم نعمل وزارة مغتربين مثل كل الدول اللي عندنا نحن هالملايين من اللبنانيين في الخارج انه نعم. تكون في وزارة ترعى شؤونهم بشرط تتعاطى معهم بروح وطنية مش بروح انعزالية ومش بروح مناطقية وبروح انتخابية. نبعد الانتخابات عن هذا الموضوع. انا اللي بدي اقوله طبعا بدنا وزارة مغتربين ويكون على رأسه وزير من تيار الوطن الحر. شو المشكل؟ لشو يمسجل باسم الطائفة الشيعية وزارة المغتربين؟ خلينا نقول كمان خلينا نعترف هذا الانقسام الاغترابي بالخارج عم بيجيب سلبيات للبنان الداخل ولكل البلد. خلينا نبلش بالهيك نعمل جولة على الدوائر من بدائرة صيدا جزين. كيف بتشوف الوضع اليوم؟ أولا بدائرة صيدا جزين فيك أكثر من لائحة. المستقبل حيكون وحده بلائحة مش محسوم بعد، يعني ممكن المستقبل وتيار الوطن الحر يكونوا مع بعض، ممكن المستقبل يكون لحاله. نعم. ممكن يكون التيار الوطن الحر والجماعة الإسلامية، لكن التحالف الثابت حزب الله وين راح يكون إذا كان التيار وحده؟ التحالف الثابت حتى الآن بين الأستاذ أسامة سعد وبين المرشح إبراهيم عزار. حزب الله هو الثنائي الشيعي بده يقترى لأسامة سعد. لا أنا معلوماتي وعلى الأكيد بده يقترى لأسامة سعد ولإبراهيم عزار محافظ الألقاب بهذه الدائرة والمرشح الكاثوليك الثالث. بهذا الموضوع في فصل بين الموضوع. هلا الأمر مرتبط بقصة جبال والمرشح أول شيء بموضوع جبال وردة فعل التيار الوطني الحر وبعض الأفريقية القوى المسيحية على الاعتراض على المرشح حسين زعيدر، هذا أمر غير مقبول. مش بس عائلات الشيعية بجبال ردت ردة فعل. أول شيء مش حسين زعيتر الوحيد اللي نزل من خارج المنطقة، في أكثر من مرشح إجا من خارج المنطقة. بس ما أسقط بهذه الطريقة. ليش أسقط؟ حق حزب الله داخل هذه البيئة الشيعية داخل جبال إنه يختار المرشح اللي يريده، خلي الناخب هو يحاسبه، بس مش إنه الآخرين اللي بيجوا بيعترضوا عليه إنه ما بعرف شو شيخ ولا جبت لنا إياه وإلى خصوصية المنطقة، أنت ما أنا بحترم خصوصيتك زميلتي، أنت بدك تحترمي خصوصيتي وبتحترمي حساباتي. ويمكن ترشيحه بهالطريقة مترافقاً الزلمة ابن حزب الله مترافقاً مع كلام الأمين العام هلا لحزب الله من يومين بخصوص إنه أصل الأصل المسيحيين كانوا شيعة أو أصل تلك المناطق كانت شيعة. انه ما بدي فوت لاعب على ايه ما بدي فوت انا بخجل احكي بهذا الموضوع انه هيدا المنطقه السنيه وهيدا المنطقه شو هيدا المنطقه المسيحيه. بس انا اللي بدي اقوله مش اول مره بتنقال من حق اي فريق سياسي سني شيعي مسيحي انه يرشح المرشح اللي بده اياه بالمنطقه التي يريدها، لانه القانون بيسمح لي انا بهذا القانون. انا والله من نجوم انزل بالشمال او العكس بهذا الموضوع، بس ما بيسال اهل هالمنطقه قبل ما مين قال لك؟ ما احترامي لعائلات جبيل انا اللي اعترضت على هذا الامر، بس بدي اقول لك شغله، انا الغالبيه من عائلات جبيل وانا بعرف هذه المنطقه جيدا ستصوت المرشح حسين زعيتر، بس البعض بده يستعمل هذا السلاح بوجه حزب الله وما راح يلاقي اذا قدر دخل على لائحه، لان كما يبدو لا 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 الحزب دارس هذا الموضوع. هناك ما بعرف هناك مجموعه من الشخصيات على سبيل المثال الوزير السابق جون لوي قرداعي نازل على هذه اللائحه، في مجموعه شخصيات مسيحيه ستكون مع حزب الله. نعم. بهذا الموضوع والموضوع النهائي انه الخيار الشعب هو بيقرر، اهل كسروان واهل كسروان واهل جبال بيقرروا مرشحين. بعدين انا بدي اروح معك للنهائي، قيل انه من سيكون على اللائحه معه تبرع ليحترق من اجل ان يصل المرشح. لا 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 كمان عنده ما راح يكون هذه قوه سياسيه لهذه حزب الله، قوة سياسية في هذه المنطقة. كمان هذا المرشح بده يعمل حاصل كمان عنده حسابات سياسية. بعدين مين قال لك هذا قانون الانتخاب بالمرة المقبلة هيضل هو ذاته؟ يعني هلا تتغير الأمور، بكون بتحالف اليوم بتحالف معهم بالمرة المقبلة. أنا اللي بدي أقوله مش من حقي أنا كقوة سياسية أو قوة طائفية حط فيتو على مرشح آخر، ليش بدي احط بهذه الطريقه؟ هذه لعبه غلط اللي عم بيمارسها التيار الوطني الحر. انا بدي اختار يعني ما بقى في مجال للصلحه مع لائحه حتى الان الوضع صعب، بس ربما نصل الى مفاجاه عشيه ليله 24 او 25 نقدر نشوفه مع بعض بس. ولكن حتى الان لا، حزب الله بمكان والتيار الوطني بمكان حر بمكان اخر. خليني ارجع على نطينا على جبال، بس بدي ارجع للجنوب نبطيه. دائره حسبيه مرج عيون عم ينحكى كمان عن لوائح جديه بمقابل لوائح سوريه. طبعا هناك في لوائح جديه من المجتمع المدني، من شيوعيين، من بيت الاسعد، من اكثر من شخصيه، ولكن ومن القوات اللبنانيه بيرشح حدا القوات اللبنانيه. نعم. يمكن التيار الوطني الحر بده يرشح حدا هناك. هذه مساحه مفتوحه امام الجميع، الجنوب منه مغفل على امل ولا انه مغفل على حزب الله، من حقه. ونحن اخر شيء بنشوف خيارات الناس. بتوافق من يقول انه كل المقاعد غير الشيعيه بموجب هالقانون مهدده تطير؟
من الثنائي الشيعي غير الشيعيه كيف بتلاقيها؟ يعني السن المارونه الدرزي اللي هن بفلك امل وحزب الله. اي نعم. لا في مهدد الطير يعني على الاقل بهذيك الدائره في المقعد السني والارثوذكسي عليهم علامات استفهام. اولا انا تقديري للقاعده الشيعيه قادره انه قادره مع كمان الصوت الارثوذكسي مع الصوت السني يقدروا نعم. يوصلوا المرشح السني والمرشح الارثوذكسي في هذه الدائره، لانه نعم. الحاصل الانتخابي رح الحاصل الانتخابي رح كبير. بس ارقام الماضيه فرجت انه القوه الثانيه قادره توصل. كمان اليوم في عملية حشد عند داخل الطائفة الشيعية نعم. كمان بهذا الأمر عارفة. بعدين بنهاية المطاف في حتى لو خسروا هذا المقعد شو هالمشكل؟ لأنه الرئيس بري كان يقول نحن بموجب قانون النسبية أنا رح أخسر بين الأربع والخمس نواب. شو المشكل إذا خسر أي فريق؟ ما تيار المستقبل رح يخسر أفريقيا. نعم. ليش تيار المستقبل رح يضل يحافظ على كل هيدي المجموعة؟ لا بس ما من أول ما طلع القانون قالوا إنه ثنائي الشيعي ما بينهز يعني بس بينهز هيك بينحط أكثر من غيره. بس إذا انهز إذا انهز عفوا إذا انهز بصناديق الاقتراع هيدا أمر مشروع أمر ديمقراطي لعبة ديمقراطية خلينا نحترمها مثل ما بنتقبل الربح مثل ما بتصير. كيف؟ نوفر لها مقومات انه تصير بشكل ديمقراطي. طبعا المقومات متوفره لانه كانوا قبل يشكوا المرشحين انه عم يتعرضوا لضغوط. ما احترامي للمرشحين عم يطلعوا على الجنوب وعم يحكوا وعم يطلعوا على الصور وعم يطلعوا على جاي. بس انا بدي لك شغله ما احترامي لبعض المرشحين اللي خارج فلك او حزب الله عضو بلدي ما بينجحوا. هيدا يمكن مش بس عندهم بلوائح كثيره. لا كتير عضو بلدي دانية. عضو بلدي ببلداتهم ما بيقدروا يعملوا مختار. بعدين هلا حقه يقدر يترشح على كل مساحه الدائره. بس كمان في ناس كمان نحن بنعرف بعض ونحترم حالنا يعني بنعرف بعض. في كمان عتب على الحزب استاذ رضوان. يمكن الرئيس بري اقدم بترشيح الوزيره عنايه عز الدين بوجه لها تحيه خاصه بمناسبه كمان يوم المراه قبل كم يوم. عتب على شو؟ انه حزب الله حتى ما بيتقبل مشاركه المراه بالحياه السياسيه. يعني امبارح كان في ندوه نظمت للتشبيك مع مرشحات نظمتها وزاره شؤون المراه وكانت شكوى بالمرشحات عن المقاعد حيث الثنائي الشيعي انه مش انه ليش الحزب ما بيتقبل وجودنا كلاعبات بالمجتمع أبدا ورفض حتى انه قصه حزب الكوتا. حزب الله يرشح سيدات او لم يرشح لا هذا مش الامر متقبل لا لا غير انه هذا لا 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 هذا الامر هذا الامر يعود الى حزب الله. هذا الامر يعود الى حزب الله. ممكن بكره بالدورات المقبله يرشح سيدات. اما بالنسبه للدكتور عناية عز الدين هو رفض هذا الامر. اما بدي لك اما دكتور عناية عز الدين هي محل تقدير ومحل اعجاب عند جمهور وقواعد حزب الله وسيقطع لها بكل حماسه بهذا الموضوع. ونحن خلينا نعترف كل القوى السياسيه قصرت مع المرأة. اول شيء بقانون الانتخاب ما احترمنا الكوتا النسائيه. انا مع الكوتا النسائيه لانه لدور او دور الله لحط فيتو على لا قوى ثانيه حطت خبت فيه قوى ثانيه حطت ما في مشكل ما في شيء مخالفه شرعيه عند ابن حزب الله او عند قياده حزب الله انه انا صوت للسيده. انا بدي لك شغله لو اخذنا بكل عالمنا الاسلامي خلينا نطلع بايران كم في سيده بالبرلمان الايراني كم في وزيره بالبرلمان الايراني. مش حزب الله قال انه دينيا وشرعا لا تجوز هذه وجهة نظر لا اكثر ولا اقل. بس ولكن حزب الله ما في شيء بالعقيده بيقول لك انا ممنوع توصل المراه تكون نائب وتكون وزير. خلينا نتعلم يا ريت نتعلم من ايران. كل بلداننا العربيه مقصره تجاه المراه ما عدا تونس. طيب ونحن لبنان للاسف بزيل القائمه. وهلا بمناسبه ست المراه فتحتيها في بعض السيدات ترشحنا الى الانتخابات مع احترامي لهم من باب الديكور لا اكثر ولا اقل لحتى احصل انا مرشح على الانتخابات. يعني من هلا بقول لك في 111 سيده ترشحوا. انا بتقديري مش رح نشوف بمجلس النواب اكثر من 4 سيدات ومعروفين من هلا. يعني بتشوفي هلا عناية عز الدين محافظ الالقاب بصور الست بهية الحريري بصيدا والست ستريدا جعجع ببشري. وبتمنى انا مرشحه المستقبل تنجح ببيروت ومرشحه المستقبل تنجح بطرابلس والنساء كمان البقيه يقدروا ينجحوا. بس ما كمان في بعض المحلات كانت المراه ديكور لا اكثر ولا اقل. هلا بيزعل مني السيدات علما انا صوتي بعطيه للمراه وهي كامله الثقه وقديره. كيف نجحت بقطاعات المهنه الحره وبحياتها العمليه انه تنجح بالندوه البرلمانيه باي حال. بتداعيات الانتخابات اليوم زميلك بالنهار الأستاذ سركيس نعوم بيقول أنه إذا ما نجح مرشح حزب الله بجبال سيكون ذلك على الأرجح إنهاء لتفاهم مرم خايل يلي وقعوا الأمين العام للحزب والعماد عون بالعام 2006 ذلك أن التيار برئاسة باسيل هو السبب الأساسي للخسارة. مزبوط طبعا مقال مزبوط هالكلام. أول شيء مقال مهم وبحترم معلوماته لزميلنا وكبيرنا الأستاذ سركيس. عندك هذا الجو عندي هذا الجو بس أنا محطوطة المعادلة بس أنا التفاهم لا كله هيدا مع بيل مرشح حزب الله هذا الكلام هلا قبل الانتخابات النيابية. لكن هذا التفاهم سيبقى ثابتا بين التيار الوطني الحر وبين حزب الله لأنه تنتم في حاجة لبعض حتى لو تقاتلوا انتخابيا في كل دوائر لبنان.
يعني حتى لو تقاتلوا بكل دوائر لبنان، بس بتقولي بمحل انه بدش تطلع ندوب مثل ما بيحكي الاستاذ سركيس. لا، لا هو مش عم بيقول ندوب، هو عم بيقول انهاء للتفاهم. انا بدي اقول انا بدي اقول في ندوب، اما انهاء بالمره لا، هيدا بعد خلينا ننطر الامتحان الانتخابات شو بده يصير بهذا الموضوع. بس مش من حق، برجع بقول لك، التيار الوطني الحر يحط فيتو بهذه الطريقه على مرشح حزب الله بجبال، خليه يتحمل مسؤوليه اهل جبال بهذا الموضوع. مش من حقه، بس كمان من حقه ما يحطه على ويحه. كمان حقه مشروع، حقه ما يحطه طبعا على ويحه. كمان حزب الله مش عم بيركض، عم بيقول له بيمسلوا ايده دخيلك، حطوا لنا مرشحنا زعيتر على اللائحه، مش عم بيمسلوا ايده كمان. مش أنا حسب مش مزبوط انه كان في حكي عن مؤايده، بتعطيني بالبقعه الشمالي بعطيك بجبال. ما ركبت مزبوط، لانه كمان هيك حزب الله بده يرشح شخصيه مارونيه معه على اللائحه معه بهذا الموضوع. هلا كمان بكره بدنا نشوف بعلبك الرمل انه تيار المستقبل اكيد رح يكون هو القوات اللبنانيه، بس التيار الوطني الحر رح يدخل على هذه اللائحه، كيف عم يتعاطوا مع رئيس حسين الحسيني؟ يعني بعده كمان اجنحه متكسره بالانتخابات باكثر من باكثر من محل، وهذا الامر بيخدم 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 حزب الله. المجتمع المدني بتشوف له حظوظ استاذ رضوان بهذه المعركه؟ انا مره على التطوع على تمدد المناطق اللي هو مرة على موجود فيها. انا هذا المجتمع المدني مع احترامي له، مع احترامي لقدراته، مع احترامي لشخصيته، وهذه الوجوه هناك في وجوه في المجتمع المدني عندها طاقات اكثر بكثير من اللي حيصلوا للندوه البرلمانيه، لكن بكلمه واحده ما رح شوف ولا واحد من المجتمع المدني في الندب البرلماني. ليه؟ بسبب ولا شخص. خطأ من عندهم ولا قوة خصومهم؟ أولا القانون بيساعدهم، أول شيء بأخطاء أول شيء بأخطاء تكتيكية داخل هذا المجتمع المدني، يعني هذه الانقسامات السياسية اللي عم بتشوفيها بين القوى عند القوى الحزبية بتترحمي عليها بس تشوفيها عند المجتمع المدني، يعني في بعض المحلات عم بيقعدوا مع بعض لا ما حدا بيتحمل الثاني. ضيعوا البوصله ما عرفوا تماسكوا، ما قدموا لوائح متماسكه، اكيد على التجربه منيحه، خليهم يفرجوا حالهم ويشاركوا بهذا الموضوع. لانه انطلقوا بس كمان في مجموعات، كمان في بيروت مدينتي التجربه اللي قدمتها هي اعطيتهم حافز انه بس كمان في شخصيات كمان. في شخصيات بالمجتمع المدني من سيدات من ذكور واناث لو اتيح لهم واتيح لهن انه يكونوا على لوائح السلطه ما قصروا بهذا الموضوع، ما بدي اسميهم ما قصروا، كانوا بيتمنوا ينزلوا على هذه اللوائح، بس ولكن في شخصيات بالمجتمع المدني هي محل احترام ومحل تقدير، خلينا نشوف شو بده يعملوا. قبل الحلقه كنا عم نحكي عن هالموضوع، كمان توقفت عن مشاركه الزملاء الاعلاميين، سالتك اذا كنت مرشح لانه بتعرف لا القانون لا 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 انا صحافي وعقلي براسي، لا لا من مشكله صح ومحضر ليش اللي ترشحوا عقله لا مش براسه؟ عقله براسه وعقله بمعنى كمان حقهم طبعا اذا كان هذا الشيء، بس يا ريت ان البعض عم يتمثل بتجربه غسان تويني، تجربه غسان تويني محطوطه عند الشمس، خلينا نتمثل بتجربة صحافي كبير دخل الندوة البرلمانية كتير نواب بدأوا من عالم الإعلام. مزبوط الوزير مروان حمادي، مزبوط الوزير باسم السبع، يا ريت نحن نتعلم من مروان حمادي من باسم السبع، يعني هودي بعض المرشحين أو بعض المرشحات بدهم بعد مسافة كبيرة ليوصلوا إلى هذين الاسمين الكريمين، مع احترامي لكل الزملاء المرشحين. في بس نقطة كمان أخيرة بهالقسم، يوسف دياب اليوم كتب عنا بافتتاحية الشرق الأوسط، يمكن هي تكون قنبلة كمان على طريق الانتخابات، وهي تلويح قضاة لبنان بتعطيل الانتخابات النيابية. عم بلوحوا بكرة رح ياخدوا قرار نهار التنين عفوا. كل الاحتمالات واردة من الإضراب المفتوح مزبوط بالمحاكم لمقاطعة الانتخابات عبر عزوف القضاة عن ترأس لجان القيد الابتدائية والعليا ولجان الفرز. انا تقدي انا في شي جو مماثل أنا في أنا يعني جو رئيس بري شو بيقول بهذا طبعا جو الرئيس بري وجو مسؤوليه الحكومه في موضوع صندوق التعاضد عند القضاة امور ماليه، انا تقديري ستسوى وراح يشرفوا على الانتخابات النيابيه لا اكثر ولا اقل، بس ولكن يقاطعوا الانتخابات النيابيه، القضاة يقاطعوا الانتخابات اللي بهذه الطريقه مع احترامي لهم، مثل ما المعلمين قاطعوا الامتحانات الرسميه، ومثل ما كمان ومثل ما كمان الميومين بيقطعوا بموضوع الكهرباء. يفترض انه القضاة يكونوا اكبر من هيك بهذا الموضوع ويحلوها مع الحكومة ومع الرئيس بري بمجلس النواب، هذه الأمور المالية لأكثر، والانتخابات بموعدها على الأكيد، والقضاة سيشرفون على هذه العملية. الوزير نهاد المشنوق بحسب يوسف دياب بيقول مرسوم العفو العام بات قريبا، ما هو جو عين التينة بخصوص هذا المرسوم؟ هل في علامات حمر أو خطوط حمر؟ أولا بموضوع العفو العام، هناك في ثلاث فئات بموضوع العفو العام، في موضوع أول شيء الإسلاميين، في موضوع تجار المحبوسين موضوع مخدرات ومخدرات وجرائم بهذا الموضوع، وفي موضوع التعامل مع اسرائيل. انا تقديري بهذا الموضوع حسب معلوماتي بالسيروره اللي عم بتم فيها، هذا الامر ما لازم يتم قبل الانتخابات النيابيه.
قصة العفو ما العام. لازم يتم. انا بدي اقول هذا، بتبنى هذا الكلام برايي ما لازم. تعرف ليش؟ لانه عم نعمل رشوه، عم نعمل رشوه، عم نعمل رشوه. بس هذا ملف قديم. مزبوط، ملف قديم. على اذا صدف اليوم انه التوافق سيثمر حل الازمه. البعض عم بيقول، امبارح سمعت احد المشايخ الكرام بدار الفتوى عم بيقول بدنا عفو عام. باي عفو عام بدك تقول؟ بنعمل عفو عام عن اللي قتلوا الجيش اللبناني وقتلوا الضباط واللي انتهكوا بالمؤسسات؟ لا بالعكس، هودي خلينا نسرع بمحاكماتهم. بس انا بدي اقول لك بالاسلاميين هناك عدد كبير من المئات مظلومين داخل السجون. الأجهزة القضائية ما قامت بواجباتها، الأجهزة العسكرية ما قامت بواجباتها بهذا الموضوع، وطي ملفها أو لا. أما بالنسبة لموضوع عفو عام، يعني إذا تاجر مخدرات بعده اليوم بسجن رومية، بعده عم ببث سموم، وبعده عم بيقتل أولادنا بالجامعات وبالمدارس وبالثانويات ومن مكان، بدي أقدر طلعه ووصله على البيت أنا وأقول له يعطيك العافية وبعتذر منك تحت أعبي. شو عم بيعملوا شغلة هو تعون الموضوع العفو اليوم؟ عم بيحاولوا يأسروا القوى السياسية قبل الانتخابات النيابية. طبعاً إذا كان هناك مشروع قانون كان وصل على مجلس النواب وتم بهذه السرعة أهلاً وسهلاً. طيب. بس ما يكون شامل. بدي اخذ بريك لاسالك عن الدعوه انه كمان قبل انه كمان بده يكون شامل موضوع الاسرائيل وكذا والعملاء والتساهل معهم، هذا امر غلط. خلينا ناخذ بريك وبنرجع بنكمل حديثنا. لحظات ونعود. عن موازنة الاستحقاق الانتخابي كتب اليوم غازي وزني بجريدة النهار، بيقول هالموازنة هشة بإصلاحاتها غير محفزة للاقتصاد وفيها عاجز مرتفع لا تفي بمطالب المجتمع الدولي، إنما هي رسالة غير داعمة لمؤتمر باريس. بموضوع الموازنة، كيف رح يصير هلا إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب، سيما وأنه ما بقى في وقت كتير بيفصلنا عن فرصة الأعياد وتاليا عن مؤتمر الموازنة الأريض. صارت عند النواب، تم توزيعها على النواب. النواب لجنة المال بقى تشغل ليل نهار بهذا الموضوع لحتى تدرس قبل عيد الفصح. يعني أنا حسب معلوماتي كان توجه الرئيس نبي بري وطلب من رئيس لجنة المال أنه تقدر تخلص قبل أزار الجاري وتنعمل على ثلاثة أيام، تنعمل على ثلاثة أيام قبل، لأنه العيد بتبلش بواحد نيسان وقبل مؤتمر، قبل مؤتمر باريس. بس لحكي الأستاذ غازي كلام محق وكلام صائب من خبير اقتصادي، يا ريت نحن بلبنان نعتمد على هذا النوع من الخبراء الاقتصاديين مثل الاستاذ غازي وزني، مثل الاستاذ كمال حمدان، ومروحه كبيره بدل الاعتماد على شركات بالخارج اللي هي تعرف الداق عنا للاسف بهذا الموضوع، وندفع مصاري ونخسر الدوله اللبنانيه الخزينه تحت. ولكن الوزير علي حسن خليل كان كما يبدو راضي، يعني عن ما قالت اليه الامور بموضوع راضي على موضوع الموازنه، والرئيس الحريري راضي، كله راضي بهذا الموضوع. بس كمان ما توقفنا عند الخبراء الاقتصاديين وحقيقه الارقام وطريقه العجز وهذه المساله. هذا قصه قطع الحساب، لانه الوقت عم بيضمن قصة قطع الحساب. صار في وعد من الوزير علي حسن خليل انه يتقدم خلال سنة. خلال سنة من وقت الموازنة الماضي عم بسمع الجواب انه بعد ما اجت السنة. بس هذا موضوع قطع الحساب. ايه بده يشمل كل السنوات السابقة. يفترض انه يشمل كل السنوات السابقة، يفترض انه يشمل مكان بنادي فيه التيار الوطني الحر، الابراء المستحيل اللي صار على الرف. ساعتها قدرنا نشوف ساعتها هون وين صار بهذا الموضوع. خليها توضح كل هذه الارقام. نعم. خلي المواطن اللبناني فعلا يعرف هالارقام وين هدرت وين راحت، ونحكى هيدا بالانتخابات وغير الانتخابات. لبنان ليس اليونان، بيقول استاذ راجح خوري. المناخ العام ولا سيما الاسواق والاستثمارات والفوائد والاقتصاد اللبناني، يعني بيقول الحاكم مصرف لبنان انه لا يمكن تشبيهه بالاقتصاد اليوناني، وهالخبر بخوف. مزبوط، ان شاء الله ما بنصير ان شاء الله ما بنصير مثل اليونان. بس ولكن هذه السياسات وهذه المناكفات داخل الوزاره مش بتهرب المستثمرين، بتهرب ما تبقى من طيور بالبلد وعصافير بالبلد. كمان هذه الحكومه بهذه الاجنحه وبهذه الطريقه وبهذه الاداره اكيد بتهرب المستثمرين وبتهرب المغتربين، بتذكرهم بس بالانتخابات والمؤتمرات بالخارج لا اكثر ولا اقل. بس اليونان الفرق في وراها الاتحاد الاوروبي، نحن ما في ورانا حدا، نحن عندنا كم كبير من الديون، وللاسف كل هذه الدول التي تتباكى علينا ما عم تعطينا شيء بشكل المطلوب. بكفينا ازمه هذا الكم من اللاجئين بالبلد، مش عم بحكي بطريقه عنصريه، ونحن متروكين لحالنا. الانجاز اللي حكى عنه الرئيس بري اليوم، أشارت له جريدة الأخبار بخصوص دخول الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل للنقطة ب، وتأكيد الخرائط والوثائق اللبنانية بالدلائل
والثوابت الحسيه على الارض، هول بيتعلقوا بالحدود البحريه، بالبحريه بتتعلق بالحدود البحريه، وحتى بتتعلق بالحدود البريه. فعلا الدوله اللبنانيه خلينا نعترف، خلينا حتى صار لانه الجيش اللبناني اخذ مجموعه من الخرائط واثبت هذا الامر امام الامم المتحده، انه نعم. هذه النقطه هي نقطه الحدود بين لبنان وبين اراضي فلسطين المحتله. انا بدي اقوله بهذا الخصوص، الدوله اللبنانيه من رئيس الجمهوريه لرئيس الحكومه لرئيس المجلس لكل الافرقاء نعم. للجيش اللبناني عم بيتعاطوا بهذا الملف بكل روح وطنيه ومضبوطه، واي تقصير عم بيحاول يستغله الاسرائيلي بهذا الموضوع. نحن كل ما ثبتنا مثل ما بلشنا بدايه حديثنا، كل ما ثبتنا موضوع جيشنا، كل ما قوينا مقاومتنا، بكون موقفنا اقوى بطاوله المفاوضات المباشره، بطاوله المفاوضات غير المباشره مع الجانب يعني الاسرائيلي. يعني بالنهايه مثل ما قال الرئيس عون، تحكيم الدوله عبر الامم المتحده. هلا في وجهه نظر كمان مش مع التحكيم الدولي، في وجهه نعم. نظر الرئيس بري منه مع التحكيم الدولي. خلينا نحن مثل ما ماشيين بهذا الموضوع مثل ما قلنا للامريكان، مثل ما قلنا لكل السفراء في العالم، لبنان لن يتنازل عن اي نقطه بالبلوكات البحريه ولا عن اي حبه تراب بالحدود اللبنانيه الفلسطينيه. لا يعني ساعتها موقف مثل هيك قديش نعم. بيقوي الموقف اللبناني، بس نحن اللي عم بيخلينا نتاخر وعم بيخلي المواطن اللبناني عدم ثقته بهذه الدوله بسبب الكهرباء وبسبب النفايات وموجات الفساد اللي عم تضرب اكثر من مؤسسه، وبنروح بنقول لهم نحكي عن شفافيه. لا، عندنا بلبنان ما في شفافيه، واللي يزعل يزعل، ما في شفافيه، والمواطن هو الخسران. وبكره رح نشوفه بصناديق الاقتراع لبيك للاسف معظم الناخبين بلبنان. لا، بدي اقول له لبيك للقائد ولبيك لهذا الزعيم. خلينا بمحل حد ادنى نقدر نحاسب شوي. بختام حديثنا لا يسعني بختام هذه الحلقة إلا أن نوجه تحية لروح الروائية والأديبة إميلي نصر الله. إميلي نصر الله لغياب الموت امبارح عن عمر 87 سنة بعد حياة حافلة بالعطاء المتنوع، وهي من رعيل اللي يعتبر مؤسس للرواية اللبنانية بعد رحيل مارون عبود، علما أنه مراسم دفنها تقام اليوم في زحل هي خسارة كبيرة وخسارة لضيعتي. فعلا بدي بس بدي بعزيكي وبعزيكي بس فعلا بنعزي حالنا. أول شيء الكاتبة إميلي نصر الله وجبران وجبران خليل جبران مع التوضيح وكثير من المثقفين والقامات العلمية في هذا البلد، هي تبقى وهي ظل لبنان، ونحن بنستفيد منها كأجيال. هذه الأسماء تبقى حية، وأسماء كثير من السياسيين في هذا البلد اللبنانيين رح ينسوها. إذا تحية من جديد لروح إميلي نصر الله، نحن من أسرة كلام بيروت وتلفزيون مستقبل نعزي أهلها، عائلتها الصغيرة والكبيرة، ويعني زمن الجميل يلي هي كتبت عنه. زمن الجميل فعلا كتبت عنه. عم نفتقد الله يرحمها يوم بعد يوم. استاذ رضوان عقيل صحفي بجريده النهار، بهالموضوع بكون وصلنا لختام حديثنا. دغري بسرعه. ان شاء الله بسرعه كثير، ان شاء الله اللقاء اللي جاي بعد الانتخابات لا ليش بعد الانتخابات كثير، بعد شهرين للانتخابات بشرفنا. هلا بالعكس بدها تكثر اللقاءات مع الزملاء غير المرشحين ليقدروا يطلعوا على التي في، يعني ان شاء الله ضلك تلاقي لانه كنت معظمهم صاروا مرشحين. بتمنى لهم التوفيق كمان هلا، ممكن زعلوا مني ببعض المحلات بس انا هيدا رايي بس. شكرا لك رضوان. تسلمي. شكرا للمشاهدين على المتابعه، والى اللقاء غدا باذن الله.